الجمعية الأردنية الأمريكية ورئيس الجمعية الأردنية الأمريكية وأعضاء الهيئة الإدارية، نرحب فيكم في هذا اليوم، وإن شاء الله ستكون هذا المناسبة أول مناسبة للجمعية بغرس الشجرة الأردنية في ربوع أمريكا. والآن أقدم لكم السيد فارس حداد مؤسس الجمعية الأردنية الأمريكية لجنوب كاليفورنيا ليلقي كلمته، فليتفضل. هذا وعن الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية الأمريكية لجنوب كاليفورنيا، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب، متمنيين لكم قضاء وقتا ممتعا. اليوم نحتفل بمناسبة عزيزة وقد تكون تاريخية. هذا اليوم سوف نغرس أول شجرة، شجرة للزاب من الوطن الأم، أرسلت لنا خصيصا لنزرعها في هذا المنتزه رويال ريكرييشن سنتر، المركز الدائم للجمعية الأردنية الأمريكية. هذا وكانت قد تمت اتصالات هاتفية بين أعضاء الإدارة للجمعية ومع الجهات المختصة في الأردن للحصول على هذه الشجرة التي لها الأثر الكبير في نفوسنا، وقد قام عضو الهيئة وشكرا له على هذا الإنجاز. وقد يتساءل البعض منكم لماذا شجرة الزاب بالذات؟ إن الهيئة الإدارية قد تعمدت أن تكون شجرة الزاب لتذكرنا بالوطن الأردن الحبيب الذي اكتست جباله بشجر اللزاب الكثيف في جبال عمان وكأحراش دبين وعجلون وجبال السلط الشامخة وإربد عروسة الشمال وجرش والكرك ومعان وأريحة والخليل وجبال فلسطين الصامدة. ولكي يتسنى لنا أن نحتفل كل سنة بعيد الشجرة الذي ركز عليه حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين المعظم أطال الله بقاؤه، وعلى غرار عيد الشجرة في الأردن سوف نحتفل سويا في الوطن الأم وعلى أرض المهجر. نشكركم جميعا مرة ثانية على حضوركم ومشاركتكم لنا هذه المناسبة العزيزة، ودعونا الآن جميعا نشارك في غرس هذه الشجرة التي تفوح منها رائحة الوطن الحبيب. كما أريد أن أرحب بأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية الأمريكية من منطقة الأورنج كاونتي الذين حضروا خصيصا لمشاركتنا هذا الاحتفال التاريخي، وأخص السيد رمزي المصو رئيس الجمعية السابق، والسيد العزيز حنا حدادين، والأخ نبيل سماوي وعائلاتهم. أهلا وسهلا بكم. والآن وبكل فخر واعتزاز أقدم لكم عضو الجمعية المؤازر السيد صمائيل شبلي حداد، فليتفضل. مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا بالجميع.
إن شاء الله تكون هذه سنة مباركة تعاد علينا وعليكم جميعا بالخير والبركة. يحن قلبي إلى ربعي فيشتد حاقدي عندما أرى وجوه الرجال العبساء وابتسامات نساء الوطن العربي يحجلن وراء الأولاد الشعب في مركز نادي الجمعية الأردنية الأمريكية الفل. أود أن أصافحك ولد عمي فارس حداد لما قدمته من جهد ومال وصيت طيب للجالية العربية عامة وللجالية الأردنية خاصة. هو أول من أسس هذا النادي منذ 3 أعوام ونيف، فجمع منه خيرة الرجال والنساء من العضوية والهيئة الإدارية، فأنجز خلال سنوات قليلة ما عجزت عنه عيون الرجال من مدارس للغة العربية وحفلات ساهرة مثل ليالي الأردن واحتفالات في أعياد مترادفة في منتزهات الباركات ورحلات قيمة اجتماعية وترفيهية وعلمانية. كان لفارس لقاءات عديدة مع رجالات متعددة من البلاد العربية ومع الملكة نور الحسين وغيرها كثير. لعل في أفعالكم عظة للآخرين ومصباح نور لمن ضل الطريق. بودي أن أقرأ عن بيروت تايمز مقالة قصيرة جدا إذا سمحتم. عيد الشجرة في الجمعية الأردنية الأمريكية. أجرى مؤسس الجمعية الأردنية الأمريكية فارس هلال حداد اتصالا هاتفيا مع وزارة الزراعة الأردنية مبديا رغبة الجمعية بغرس شجرة أردنية قلب أحراج دبين من قلب أحراج دبين شجرة للزاب. وقد أبلغ السيد حداد وزارة الزراعة بأن الجمعية ستقوم بغرس الشجرة ضمن احتفال رسمي لتكون رمزا غاليا من رموز الوطن الحبيب لأبناء الجالية الأردنية في الاغتراب، ليستظلوا بظلالها ولتملأ أفئدتهم بالأمان وبمحبة الوطن الغالي أردننا الحبيب. كما سيتم إقامة احتفال سنوي في ظلال الشجرة ليصبح عيد للشجرة على غرار عيد الشجرة في الأردن. كما سيتم نصب بيت شعر في مقر الجمعية ومنتزهها مع كافة أدوات وعدة بيت الشعر من دلال القهوة العربية والمحماسة والمهباش والسجادير وكانون النار. من مرتفعات السلط ومن سفوح وديان الأردن ووادي شعيب ترعرعت يا شجر اللزاب ويا أرز الأردن، فجلى خضارك صفحات أجواء السماء فضاهيت الزمرد في أعماق البحار ونشرت الأرياح عبيق روائحك من أرض السلام إلى أرض المشقة والخصام. تكاثري كرمال البحار في أرضك الجديد وانشري تراث الأردن بين ميابر أغصانك البتراء. لعل في غرسك في أرض الغربة ظلال لبني الأردن المغتربين والمتفرقين لتجمع شتاتهم كي يحرسوا بساطك الأخضر رمز الشهامة والكرم الأصيل إلى بناء أفضل. شجرة للزاب راقصها الهوى ودموعا ترشح الأغصان من مطر السماء. خيرة الأشجار يتمها النوى لن تشح الذل إلا من جلى. وجمعت الأهل في أرض الجفا تربة للزاب باركها العلا. والسلام عليكم. شكرا. والآن هيا بنا جميعا لنغرس هذه الشجرة. يا سلام شو الشجرة هاي؟ ما عملتون؟
والله كنا لازم نعزم بالكلينتون. وين عبد؟ عبد عم يصور شجره تبعيت الاجابه. بالله عن اذنك شو قدام الكاميرا جايز؟ بالله صغار صغار صغار, صغار شوي. اكسكيوز مي جايز. جايز جاست فور ذا كاميرا. هاي مين قطفتوها من هون؟ اوعى عمو ايدك اوعى ايدك. هذا المفروض انا اصرعها انا جبتها لصعيد اجابه ما زرع عليه ان شاء الله بتصير من وراها الجار. بل في ما خلص ما ظل اوكي خلص لا لابد تبع كما الصوره. ايوه خليك مستمر. ايوه تمام